عزيزي المشاهد، اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده. كل عام وحضراتكم طيبين وبعود الايام علينا وعليكم بخير ورمضان كريم. كل يوم معانا سؤال من سيادتكم في احدى التعليقات اللي بتتم على كل الحلقات والريلز بتاعتنا. النهارده هيبقى ضيف حلقه النهارده احد المهندسين معي في المكتب، هيطرح عليا سؤال وهنجاوب لحضراتكم. محدش يطلع من الحلقه، لان كل ما بروح معاينه والاقي مشكله بقول يا ريت الناس دي كانت سمعت المعلومات وكانت استريحت. خليكم معايا النهارده، هنشوف ايمان هتسالنا بالنيابه عنكم وتقول لنا ايه. ايمان، ازي حضرتك يا هندسه؟ ربنا يخليك. عندنا سؤال بتكرر 6 مرات تمام، وعايزين حضرتك برضو تجاوب عليه. انا لو عندي 3 ادوار وعندي ميول في شرخ حوالي، يعني واخد ال3 ادوار متكررين ما عدا الدور اللي هو البدروم ما فيهوش حاجة، هل ده سببه ايه؟ طيب هل في السؤال بتاع العميل شكل الشرخ ايه؟ مايل 45. مايل 45 درجة. بص، هو يعني طبعا مفيش اجابة صريحة وواضحة لكل نوع من انواع الشروخ، لكن احنا بنتفحص المبنى تفحص كامل ومدة كبيرة جدا، وبنلف وبنطلع وبننزل وبنشوف ايه الدنيا لغاية ما بنوصل لسبب الشرخ ايه. لكن هو الغالب بيميل الى ان في هبوط في التربة او في شروخ في اساسات المبنى. تمام. طيب هل في خطوة تانية ممكن اعرفها مثلا نتأكد ان فيه هبوط في التربة؟ هو علامات الجبس طبعا اللي احنا بنعملها هي اللي بتبين الموضوع ده، وذكاء وشدة دقة المهندس اللي بيفحص المبنى هو اللي هيقدر يوصل للإجابة على السؤال ده. لكن علامات الجبس لو اتحطت بتبقى عمودي على الشرخ وتكون رقيقة جدا، لو شرخت يبقى فيه فعلا مشكلة كبيرة جدا في البيت. أشكركم، وإن شاء الله يوميا هيبقى معانا سؤال مع أحد المهندسين وهنقول إجاباته. الأسئلة دي أسئلتكم أنتوا وتعليقاتكم أنتوا. انتظرونا بكرة. كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.